في صباح تونسي اللي معكم حتى ال11 من الاثنين للخميس، موعدكم اليومي مع البرنامج الخدماتي بالأساس توا في الفترة هذه يهتم بانتشار فيروس الكورونا في مختلف الجوانب الصحية الوقائية. نتحدث مباشرة مع سي سمير الورغمي اللي هو مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط حول الكمامات أو الأقنعة، هكا أسلم نقول القناع مش الكمامة. فما أنواع وكل نوع عنده استعمال، فما النوع القماشي، فما النوع اللي هو ذو الاستعمال الواحد، وفما ما يتسمى بالفيزيير وإلا الماسك فاسيال هذية اللي شوفوه ساعات عند الناس اللي يخدموا في المعامل، ولا زادة بعض الناس اللي ما يحملوش حمل الأقنعة. نعرفوا خصوصية كل قناع وكذلك مدة الصلاحية وطريقة الحمل والأسعار كذلك، وين نلقاهم. صباح النور سي سمير. صباح الخير أخت ريم، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية. شكرا لك. به عندنا ثلاثة أنواع إجمالا في السوق التونسية. هذا هو أي ثم ثلاثة أنواع. هما أنواع القناع هذاك نقولوا أقنع خير من كمامة، أي يظهر لي هذاك التسمية باش نتفقوا فيها الكل. القناع الأقنعة ذات الاستعمال الوحيد، وهي أكثر بالطبع هي مخصصة أكثر للإطار الطبي وشبه طبي، خاطر منك تعرف الاستعمالها يقعد حوالي 4 ساعات، وبعد تجديدها هذاك باهي للوقاية وأكثر معناها أكثر ضرورة للإطار الطبي وشبه طبي. بالنسبة للأقنعة الأخرى ذات الاستعمال المتعدد وهي أقنعة من القماش، وهي عندها خاصيات ومواصفات بالطبع تم تصنيعها كما تعرف من طرف بعض الصناعيين اللي حصلوا على كراسات شروط، وعندها خاصيات، واحنا ننصح هنا المواطن باش يقتنيها بالطبع من الصيدليات. هي فيها اتيكيت، فما تأشير اي تأشير فيه كل شيء. شو فيه التأشير هذا؟ التأشير هذا يحمل اولا فما كود يكون موجود بالطبع من طرف الصناعي يكون صنعه، وكذلك فما الاستعمال متاعها معناها قديش مدة الاستعمال وكيفية الغسل متاعها، نغسلوها بالماء والصابون وإلا بمواد منظفة معناها، وبعد نشيحوها ونجم حتى نحدوها في الأخر. المواصفات هذه تكون في تأشير. أنا لاحظت اللي كونه فما بعض الأقنعة ذات الاستعمال المتعدد ما فيهاش تأشير، هذه معناها تنجم تجي تكون من طرف بعض اللي صنعوها معناها قطاع موازي معناها. أي نشريها ولا ما نشريهاش؟ نشريها ولا ما نشريهاش؟ والله هذه أنا الحقيقة ما فيهاش ضمانات اللي كونها تنجم تحمي ولا تكون مطابقة للمواصفات. يعني أنا كي نشري قناع قماشي، كي نشري قناع قماشي من صيدلية أو من مساحة تجارية يلزم يكون فيها ليتيكتاج كالتأشير هذاك. هذيك ضمانة الحقيقة، ضمانة نجم نعطيه فيها كل الصلاحيات كونها مطابقة للمواصفات وتعديت على المركز الفني للنسيج اللي هو يعمل التحاليل والاختبارات اللازمة للعملية. بالطبع فما تصفية وعملية كيفاش تتعامل مع الهواء الخارجي ولا تحمي معناها الأنف والفم. القناع هذية القماشي قديش يقعد؟ قديش مدة صلاحية تقريبا؟ استعمله توم حسب معناها الدراسات يقول لك 10 مرات يقع معناها غسيل، و10 مرات طبعا تستعملها مثلا 4 ساعات بعد من غدوة ولا بعد تغسلها بتكون عندك بالطبع تكون عندك أقنعة أخرى بديل. بديلة، وهذيك تغسلها توصل تغسلها 10 مرات بتبيعة مش أكثر. ماذا بيك مش أكثر؟ ويبدأ مكتوب في هالتأشير هذية عدد المرات اللي تنجم تغسلهم. والله فما ساعات تبدأ مكتوبة مش الكل يكتبوا فيها، أما احنا حسب ما تم الاتفاق في كرة الشروط معناها تكون 10 مرات إلى أقصى حد. سي سمير سؤال هو لما حالة أنا نمارس فيها الحكاية هذية ما صلح لي أنت به، أنا خرجت قضيت من العطار من الحومة ومشيت كذا وسعملت مثلا نصيف ساعة غير ربع الكمامة هذه، كي نروح نجم نخبيها كي نخليها ونعاود نستعملها سويعة من زمان اليوم سويعة من زمان غدوة؟ لا فماش استعمال وقت معناها نص ساعة ونزيد 3 سوايع ونص ولا لا استعملتها ونحيتها، خطر هي في طريقة لبسان الكمامة وارتدائها فما قواعد راو استعمالها الصحيح باش نظم السلامة يلزم تكون اليدين نظيفة، وكي نحطوها معناها يلزم تغطي الوجه بالطبع والأنف والفم، وحتى
كي نحيها وبطبيعة الاستعمال نتاعها المسان نتاعها على الجناب نسوها بك البلاستيك وذاك الخيوط على الأجناب وما نسوش القماش القدامي اللي هو شي يلتصق بالأنف والفم. يعني هذه أنك تخبيها في الكرهبة مثلا تعاود تلبسها هكاك تكون تلوثت معناها من الأفضل يكون عندك على الأقل في اليوم ثلاثة كمامات أو أقنعة هذيك البدائل اللي عندك. اللي معناها ميزانيه بالنسبه للعائله بالضبط. اي يظهر لي مع الادوات المدرسيه توا باش تولي ادوات تعقيم موجوده في الليست. ادوات تعقيم وميزانيه واحنا هذه صحه بالطبع صحه المواطن هي ما تشتراش بالفلوس الاموال. الاقنعه القماشيه نعرف انها مدعومه السعر نتاعها بقى مدعوم ولا في حوالي 1850 يعني بقى فما الدعم للاقنعه القماشيه حتى وزاره التجاره اخت ريم. باهي نسالك ولكن اخت ريم هنا لاحظ ملاحظه اللي يكونوا الكمامات الاخرى والاسوامها تختلف. فما تقرير عملته الرقابه هيئه معناها فريق الرقابه التابع للوظيفه العموميه معناها زار عديد الصيدليات وخرج باستنتاج اللي كونه فما اسوام متعدده بالنسبه للاقنعه ذات الاستعمال الوحيد تختلف معناها الاسوام نتاعها من 700 الى دينار حاجه كيما هكا ومعناها اسوام مختلفه وهنا معناها يلزم تدخل وزاره التجاره خاطر الاسوام يلزم تكون محدده وفيكس بالنسبه للمواطن. هذه ملاحظه مهمه. بالنسبه للقناع الثالث هو القناع الواقي الوجه وهو معناها كالفيزير يعني كالترونسبارون هذيك نحطوه وذاك راهو ما يحميش راهو هو هذاك لازم يكون ملبوس مع الكمامه ذات الاستعمال الوحيد ولا حتى القماشيه باش تحمي اكثر ولكن هو خاطر يعدي الهواء من اللوطه وتنجم يكون رذاذ موجود ويتعدى معناها ما تحميش 100% هي مجعوله باش تحمينا ما كان الناس اللي يخدموا خاصه في اماكن العمل ولا في المستشفيات ولا في اماكن اخرى عمل باش تحميهم من الرذاذ القوي اللي يجي مثلا في قباله الوجه حاجه تجي مثلا ما نعرفش انا رذاذ ولا غوتلات نتاع مواد ولا حاجه يتلقاها الوجه وتكون تحميه خاطر فما خاطر فما بعض المواقع اللي تعمل في اشهار على الفيزيان على اساس انها تحمي تقريبا 90% مهم انه انتم تتدخلوا باش توضحوا انه هالقناع هذايا ما يحميش 100% يحمي تقريبا قداش النسبه اللي يحمي بها الفيزيان انا نقول نسبه 70 80 ولكن يلزم تكون معها كم بلاش القناع اقنع ذات استعمال وحيد وهو يكون فوقها باش يحمي العينين على الاقل بلاش 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 قناع هل يحمي الواقي الوجه هذايا الفيزيير هاني قلت لك لا يحمي وحده لا يحمي ولكن يحمي اذا ارتدينا اني قلت لك كمامه اخرى ذات استعمال وحيد ولا كمامه ذات استعمال متعدد واضح باش تحمي اكثر خاطر هو راني قلت مجعول باش يحمي اكثر العينين من الرذاذ ولا ماكل ابخره ولا حاجات معناها تكون قباله الوجه واضح وهنا نذكروا اخت ريم بالطبع بالقرار اللي صدر وكان مكسب كبير معناها بالنسبه للواقي هو كمامات راهو يكون اقنع قرار وزير الصحه مؤرخ 21 اوت 2020 واللي يتعلق بالزاميه استبداء الكمامات وهنا عمل معناها منذ 24 اوت الظرف الرائد الرسمي الحقيقه فما اكثر وعي واكثر معناها التزام بلبس الاقنعه على مستوى المؤسسات والمراكز الصحيه العموميه ومؤسسه التربيه اللي ان شاء الله نشهدوها بدايه الرجوع او المدرسه بالنسبه للصغار الصغار ولكن هذوما مش كنت نسمع في الاخت احلام بالطبع مش ملزمين باش يلبسوا الكمامه الصغيرات اللي في الابتدائي وكذلك رياض الاطفال ووسائل النقل والفضاء التجاريه والفضاء المخصص الانشطه الجماعيه الرياضيه والمساجد والادارات العموميه والمطارات والموانئ هنا فما اكثر وعي لاحظناه الحقيقه من خلال المراقبه اللي نعملوا فيها وفما التزام ولكن يلزم نذكروا لكونه فما راو اجراءات ردعيه بالنسبه للقرار هذه والاجراءات الردعيه هذه منصوص عليها بالطبع في المرسوم عدد 9 لسنه 2020 اللي صدر فيما يخص الاجراءات الوقائيه اللي حددها وزاره الصحه واللي فيها معناها خطايا معناها فما شكون تخطى خاطر مش لابس القناع والله توا حاليا هما الضابطه العدليه اللي ينفذوا في القرار هذايا الضابطه العدليه كما تعرف الامن والحرس والكل اللي هما خطاو حد حسب معلوماتك والله يعني احصائيات وحسب المعلومات ولكن فما حاليا وعي اللي كونه شو تصير حملات
مراقبة مكثفة خاصة في الأيام القادمة اللي هي تشهد العودة المدرسية والرجوع النسبي الناس من اللي تصيف والكلش ترجع، وش يكون معناها يمكن حملات ردعية كبيرة. وأنا تون أخت ريم ناخذ لك الإحصائيات باه يعطيك الصح باش يكون أكثر حزم في الأيام القادمة وتطبيق تتراوح بين خطايا مالية كبيرة معنا من 1000 إلى 5000 دينار حسب المرسوم وكذلك حسب الفصول 312 و 315 من المجلة الجزائية، فما حتى 6 أشهر سجن وخطايا مالية تتراوح بين توصل حتى 120. واضح. شكرا لك سي سمير الورغم يعطيك الصحة. إذا تحدثنا عن حمل الأقنعة توفرها وبدائلها ونعود نرجع لإدارتكم غدوة كذلك، لأنه ما زلنا باش نتحدث عن عديد الجوانب اللي تهتموا بها أنتم إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط. شكرا لك سي سمير الورغم. نرجع بكم للغنية حسن الدهماني يغني حكمة الأقدار.